أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن تأذن ربكم لئن شكرتم صدق الله.